قال الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير مختلف، له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. نعم. أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق. المذهب أن التيمم لا يصلح إلا بالتراب، التيمم لا يصلح إلا بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وتربتها طهورة. فقيد بالتربة، فقالوا لا يصح التيمم إلا والتراب هو الذي له غبار، له غبار، هذا هو التراب. أما على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فيرى أن التيمم على أي صعيد طيب، فتيمموا صعيدا. فالذي أخذ بظاهر الآية قال الصعيد، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملتصق بها، كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملتصق بالأرض، قال هذا كله يعتبر إيش؟ صعيد، كل صعيد طيب. ومذهب أحمد لا، المقصود بالصعيد هو التراب، فيجعل الحديث مقيدا للآية، فالآية مطلقة فتيمموا صعيدا. الإمام أحمد يرى أن هذا الإطلاق في الآية قيد في الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتربتها طهورة، إذا لا يكون الطهور إلا التراب، والتراب هو الذي له غبار، فلا يجوز التيمم على الجليد ولا في السباخ السبخة ولا في على الأرض اللي هي الثيل مثلا، ولا على الرمل وهو الذي ليس له غبار، ولا على الجدر الجدار، وإنما يكون على التراب فقط، التيمم في التراب فقط، هذا مذهب أحمد. ومذهب مالك أن التيمم يكون بكل ما صعد على الأرض مما هو من أصل الأرض، فيجوز التيمم على الحجارة وعلى السبخة والسباخ وعلى صبخة اللي احنا نقول صبخة زي السباخ، وعلى الرمل وعلى التراب، وإن كانوا جميعا يقولون التراب أولى، التراب هو الأصل، لكن